وقع العقد يا اسماعيل. ماشي سأوقع، بس قبل ما أوقع يعني عندي عدم مؤاخذة يعني سؤال، اسأل. هو أنا لما أغني عندكم هنا في الكازينو هقبض إيه؟ مش فاهم يعني ايه هتقبض ايه؟ أيوه يعني أنا بعد ما أغني هقبض شهرة؟ لا هتغني وهتقبض 8 جنيه في الشهر. 8 جنيه في الشهر؟ ايوه طب لا مؤاخذة يعني جنيه زي الجنيه ده كده؟ انت غريب قوي. معلش يا مسيو أنطوان، أنا بس حبيت أتأكد يعني قبل ما أمضي، وأدي قمضيت أهي. إسماعيل ياسين. القبض كل أسبوع، مبروك. الله يبارك فيك، امضي أنت بقى يا مسيو أنطوان. هو مش أنت اللي أنا اللي إيه؟ أنت اللي عملت مشكلة هنا في الكازينو، وخدتك وديتك نقطة بوليس عابدين. عابدين إيه؟ لا 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 لا، مش أنا. مش أنت إزاي؟ أنت؟ لا مش أنا. أنت اللي اتعشيت واخر السهر ما رضيتش تدفع الحساب، وخدتك وديتك قسم البوليس، والمحامي بتاعك جه دفع الفاتوره. طيب ما دام المحامي جه ودفع الفاتوره، انت ايه اللي مزعلك؟ امضي يا مسيو انطوان والنبي امضي. يعني انت؟ ايوه انا. بس انت بقى كنت عايز ترفع قضيه سب وقذف علني. تهاور، كنت متهور يا مسيو انطوان، وبعدين ساعتها انا ما كنتش معروف، دلوقتي الحمد لله بقيت فنان مشهور، بدليل ان الست بديعه طلبانه غنى عندكم. ده مسيو انطوان انت خلينا اتكل على الله. انا مش هقدر اوقع الكونتراتو ده الا لما ادي بديعه فكره عنك، ويا وقعنا معك هالعقد يا ما وقعناه. يا وقعته يا ما وقعتوش، ده ايه الوقعه السودا دي يا رب؟